مرحبا بكم أيها الرائعون. على الرغم من تقلباتها الكثيرة، إلا أن العملات الرقمية شائعة جدا، ويتطلع العديد من المستثمرين إلى الربح من ارتفاعاتها المحتملة. ظل المتداولون المتمرسون يضاربون على العملات الرقمية لسنوات، ولكن ماذا لو كنت جديدا في السوق وتتطلع إلى الحصول على جزء من هذا الاتجاه؟ ستجد في هذا البودكاست الإجابة على سؤال: كيف أدخل عالم العملات الرقمية؟ بالإضافة إلى كل ما تحتاج معرفته والانتباه إليه. كيف أدخل عالم العملات الرقمية؟ إذا كنت تتوق إلى الاستثمار في العملات الرقمية، فأنت بحاجة إلى ترتيب جميع مواردك المالية. هذا يعني وجود صندوق للطوارئ ومستوى ديون منخفض ومحفظة استثمارات متنوعة بشكل مثالي. حاليا يجب أن تكون استثماراتك في العملات الرقمية آخر جزء من محفظتك. قبل أن نبدأ، يجب الانتباه لهذه الأشياء الخمسة عندما تبدأ الاستثمار في العملات الرقمية، ولكن بعد هذا الفاصل من باينانس. يمكنك دائما البدء في الاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية عبر منصة باينانس العالمية. سجل مجانا عبر الرابط في صندوق الوصف وتمتع بميزات استثمارية رائعة. أولا، فهم ما تستثمر فيه. كما هو الحال مع أي استثمار، عليك أن تفهم بالضبط ما تستثمر فيه. فإذا كنت تشتري الأسهم على سبيل المثال، فمن المهم قراءة نشرة الإصدار وتحليل الشركات بدقة. عليك أن تفعل الشيء نفسه مع العملات الرقمية، فهناك الآلاف منها التي تعمل بشكل مختلف، ويتم إنشاء أخرى جديدة كل يوم. هناك العديد من العملات الرقمية التي لا يتم دعمها بأي شيء على الإطلاق، لا الأصول الثابتة ولا التدفق النقدي. هذا هو الحال بالنسبة لبيتكوين، حيث يعتمد المستثمرون حصريا على شخص يدفع مقابل الأصل أكثر مما دفع مقابله. بعبارة أخرى، وعلى عكس الأسهم، حيث يمكن للشركة زيادة أرباحها وتحقيق عوائد لك بهذه الطريقة، يعتمد الربح من العديد من الأصول الرقمية على تفاؤل السوق. تشمل بعض العملات الأكثر شهرة الإيثيريوم والدويش كوين والكاردانو والأكس أر بي. ولكن قبل أن تستثمر في أي منها، عليك أن تفهم جوانبها الإيجابية والسلبية المحتملة. إذا لم يكن استثمارك المالي مدعوما بأصل أو تدفق نقدي، فقد ينتهي الأمر بأن لا يساوي شيئا. ثانيا، التطلع إلى المستقبل. التطلع إلى المستقبل عوض الماضي. الخطأ الذي يرتكبه العديد من المستثمرين الجدد هو النظر إلى الماضي وعكس ذلك على قراراتهم المستقبلية. كانت البيتكوين تساوي بضع سنتات في الماضي، ولكنها الآن تساوي أكثر من ذلك بكثير. ينظر المستثمرون إلى المستقبل وليس إلى ما فعله الأصل في الماضي. ما هي العوامل التي قد تؤثر على العوائد المستقبلية؟ ما سيدفعه المتداولون مقابل عملة رقمية معينة يقوم على مكاسب الغد وليس مكاسب الأمس؟ ثالثا، الحذر بشأن التقلب. أسعار العملات الرقمية متقلبة بقدر تقلب الأصول، فيمكن أن يسقط بسرعة في ثوان بسبب شائعة لا أساس لها. يمكن أن يكون هذا أمراً رائعاً للمستثمرين المتمرسين الذين يمكنهم تنفيذ الصفقات بسرعة، أو الذين لديهم فهم قوي لأساسيات السوق وكيف يتجه وأين يمكن أن يتجه. بالنسبة للمستثمرين الجدد الذين لا يمتلكون هذه المهارات أو الخوارزميات عالية القدرة على توجيه هذه الصفقات، فقد يكون الأمر بالنسبة لهم بمثابة حقل ألغام. التقلب هو لعبة لمتداولي وول ستريت ذوي النفوذ العالي، حيث كل منهم يحاول التفوق على المستثمرين الأثرياء الآخرين، وحيث يمكن للمستثمر الجديد أن يسحق بسهولة. رابعا، إدارة المخاطر الخاصة بك. إذا كنت تتداول أي أصل على أساس قصير الأجل، فأنت بحاجة إلى إدارة مخاطرك، خاصة إذا كنت تتداول الأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية. بصفتك متداولا جديدا، ستحتاج إلى فهم أفضل السبل لإدارة المخاطر وتطوير استراتيجية تساعدك على تخفيف الخسائر، والتي قد تختلف من مستثمر لآخر.
يمكن إدارة المخاطر بالنسبة للمستثمر طويل الأجل عن طريق الامتناع عن البيع والتمسك بالموقف مهما كانت الظروف. يجب على المستثمر قصير الأجل أن يضع قواعد صارمة بشأن وقت البيع، وأن يتبع القاعدة عن كثب حتى لا يتحول الانخفاض الصغير نسبيا إلى خسارة ساحقة لاحقا. يجب على المتداولين الجدد التفكير في تخصيص مبلغ معين من أموال التداول أو استخدام جزء منها فقط في البداية. بهذا سيظل لديهم أموال احتياطية للتداول بها لاحقا حتى إذا تحرك السوق ضدهم. خامسا، لا تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره. أخيرا، من المهم أن تتجنب استثمار الأموال التي تحتاجها في الأصول المضاربة. إذا كنت لا تستطيع تحمل خسارة شيء ما، فهذا يعني أنه لا يمكنك الاستثمار في أصول محفوفة بالمخاطر مثل العملة الرقمية أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة وباقي الأصول القائمة على السوق، سواء كان ذلك دفعة أولى لمنزل أو عملية شراء مهمة. يجب الاحتفاظ بالمال الذي تحتاجه في السنوات القليلة المقبلة في حسابات آمنة بحيث تكون متوفرة عند الحاجة. وإذا كنت تبحث عن عائد أكيد تماما، فإن أفضل خيار لك هو سداد الديون. لا تغفل عن أمان أي بورصة أو وسيط تستخدمه، فبالرغم من أنه قد تمتلك الأصول بشكل قانوني، لا يزال يتعين على شخص ما تأمينها. طرق الاستثمار في العملات الرقمية. في حين أن الاستثمار المباشر في العملات الرقمية قد يكون طريقة الأكثر شيوعاً للقيام بذلك، إلا أن لبعض المتداولين طرقهم الخاصة للدخول في اللعبة. إليك بعضاً منها. العقود الآجلة للعملات الرقمية. تعد العقود الآجلة طريقة أخرى للمراهنة على تقلبات أسعار البيتكوين، كما أنها تتيح لك استخدام قوة الرافعة المالية لتوليد عوائد أو خسائر ضخمة. صناديق العملات الرقمية. هناك بعض الصناديق التي تسمح لك بالمراهنة على تقلبات الأسعار في بيتكوين وإيثيريوم، بالإضافة إلى بعض العملات البديلة الأخرى. بورصات العملات الرقمية أو أسهم الوسطاء. قد يكون شراء الأسهم في شركة تستعد للربح من ارتفاع العملة الرقمية بغض النظر عن الفائز خيارا مثيرا للاهتمام أيضا. يمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في بورصة مثل كوين بايز أو وسيط مثل روبينهود، والتي تستمد جزءا كبيرا من إيراداتها من تداول العملات الرقمية. صناديق الاستثمار المتداولة في البلوكتشين. يسمح لك صندوق ETF الخاص بالبلوكتشين بالاستثمار في الشركة التي قد تستفيد من ظهور تقنية البلوكتشين. تمنحك أفضل صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى البلوكتشين التعرض لبعض الشركات الرئيسية المتداولة علنا. الأسئلة الشائعة حول كيفية الدخول في عالم العملات الرقمية. كم من المال أحتاجه لبدء الاستثمار في العملات الرقمية؟ من الناحية النظرية، لا يتطلب الأمر سوى بضعة دولارات للاستثمار في العملات الرقمية. الحد الأدنى لمعظم بورصات العملات الرقمية على سبيل المثال هو 5 دولارات أو 10 دولارات. قد تحتوي تطبيقات تداول العملات الرقمية الأخرى على حد أدنى أقل من ذلك. ومع ذلك، من المهم أن تعرف أنه ستأخذ بعض منصات التداول جزءاً كبيراً من استثمارك كرسوم إذا كنت تتداول كمية صغيرة من العملات الرقمية. لذلك يجب عليك أن تبحث عن وسيط أو بورصة تعمل على تقليل الرسوم الخاصة بك. كيف يعمل البلوكتشين؟ تعتمد العملات الرقمية على تقنية البلوكتشين، والتي تعمل بمثابة إيصال جار للمعاملات. عندما تقوم قاعدة بيانات البلوكتشين بتشغيل العملة الرقمية، فإنها تسجل المعاملات وتتحقق منها، وتتحقق من تحركات العملة ومن يملكها. كيف تقوم بتعدين العملات الرقمية؟ تكافئ بعض العملات الرقمية أولئك الذين يتحققون من المعاملات على قاعدة بيانات البلوكتشين في عملية تسمى التعدين. على سبيل المثال، يقوم عمال المناجم المشتركون في بيتكوين بحل مشاكل رياضية معقدة للغاية كجزء من عملية التحقق،
إذا نجحوا فسيحصلون على جائزة محددة مسبقا من عملات البيتكوين. كيف يمكنني الاستثمار في البيتكوين؟ إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في البيتكوين فلديك مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بذلك، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية. تتمتع بورصة مثل باينانس بأكبر مجموعة مختارة من العملات الرقمية، وتميل إلى أن تكون الأكثر تنافسية من حيث السعر. الوسطاء التقليديون. يسمح لك العديد من الوسطاء التقليديين مثل Interactive Brokers و Trade Station و Tastyworks أيضا بتداول البيتكوين، بالإضافة إلى الأسهم والأصول المالية. التطبيقات المالية. تتيح لك العديد من التطبيقات المالية مثل PayPal و Venmo و Cash App الآن تداول البيتكوين وبعض العملات الرقمية الأخرى. ما هي العملات البديلة؟ منذ عدة سنوات كان المتداولون يستخدمون المصطلح بشكل إزدرائي، نظرا لأن البيتكوين كانت العملة الرقمية الأكبر والأكثر شيوعا. لذلك تم تجميع كل العملات الباقية الأخرى في فئة أقل أهمية تسمى الألت كوينز، في حين أن البيتكوين لا تزال أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، إلا أنها لم تعد مهيمنة كما كانت في الأيام الأولى للعملات الرقمية، مما يجعل مصطلح العملات البديلة الآن قديما إلى حد ما. بالنسبة للمبتدئين الذين يرغبون في البدء في تداول العملات الرقمية، فإن أفضل نصيحة هي أن تبدأ صغيرا وألا تستخدم إلى الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.